الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين بلونا سورة النمل أين أنت هرق الله، وحين شغني آية كوبية طبا يلبية طبا وصديق واد وقصة موسى بين كشرني. وحين صارقني نبي موسى عليه السلام وإلهي كويل أشطور أو شيطوري أو شاي نغطي مص مركا وحوي وين وحق مركا هدي لغا قعيدا مكوو وين يهي وكوو ووين بكجرا حق دغدغاق يسعود كمركا لغا قانا سيدا كوو يرير أيو دغاقيا أو يسور كرغيا أو أردية وسيدا لغو كل من أيو الفاظها كالدوان السورة ذاها كسو كالأروري ومر لغت الماما يا ثعبان، مر لغت الماما يا حية، مر لغت الماما يا جان. صدح اللفظي حية ذا وحي لذا العلماء واسم جنس لغة العرب اسم جنس ويو بهل كهوصو دنبا حية اللي يلهذا إن قاكتين وحكا عن بحضي أبي سدا إلا يلهذا وحلقا يا بأينا الصلاح دنبته ساسين أمق الله. لكن سيدا كتبه مركا اي غريان واسم جنسيو بهلكو هو صودن با حي لا يلهدا ثعبان وحي يلهدين كوين با لا يلهدا بهلها وسكود واوين اي الله استعمالا جان نوح لها كو ير ير با لها سي لو كل مي كو واوين ويه وبهل هو سو وين با اهيد يا بهل هو سو ير با اهيد اما مسسكا ير ير اي اوردكا بدن دغدغاقا بدن اسرورغا بدن نوع سكر يا هاي على ماذا وحي له مد بجيس بيكشف بهيس حق عظمك حجم جيد ووينه وبهل هو سو وين بوها حق دغدغة قيس رجرج هي صعد كي أرد كنا كوا يرير بيلم مذا هاي أما صص كي يرير واد ريان. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب مركو أركي حالة دغدغة قيسه وعد مود مركا مسير او يعني مركا اورد بدن او رغاق بدن وكله ان لم تاي اشي واجستي مركا النبي موسى عليه السلام حاله مركا دبر جيدين ايو عررايو منص يعني مركا لامن الى دي الى هي مركا لهدلي يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين مركا دنبا الى هي لهدلي أقول موسى وصاقا برسونغا هنا بقين هو أمنك أن بتقل يدها إستاذ كم يتهاي عيد وحكيري ميسو آيادنا وحكسوغا يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون موسى وحبقين أكتا إذا ما بقان هو مركا مرسلين تيلا صدري بقي ما يعني إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم إلا من ظلم لكن من ظلم هي شكي ظلم يحد قد بلي مادة ثم بدل انت أدبت إنك بدل حسنا وناك بدل بعد سوء حمات أدبت وناك الضنبيسية فإني غفور رحيم أنا يعني قدام مداف بدنا هاي بقى الله يري ورحيم وأنا حريص بدنا هاي يعني وأودم مداف يا وأنا أنا حريصنا يا ويرهي وحكوسي في سين يا هاي مركو هربا إنه مركا دم مداف بدن يا هاي وأنا حريص بدن وياه على ماذا قاركود عموم كوا جريين مركا النبي ذا لفتو ذا وهذه مركا وحوي دم بصغير كرعه وأنا جاي كذا بيسيو تقود وضين الدرنتة الدرادد حالة عين كاسا إن أبقي كران بعض يبقى مركز يسجليي لكن أيضا إن عام تهايبا في عن أو حوي مركز العميمه والله قلت الماما يحكم جودين للشيء جاي يعد دول ملت ما أدا ودول مجي وأنا كذا بيسي سا ما بكت وبت كأنت إن أي مركز إلى هاي قدم دافايو إنه سيب قوا بدي كرتا ودو حوي وكبقه دم بيسي وكبقه إن لقبته ساسوا دي كرتا لكن وحوي إن مركا إلى هيود المدافع يا يلا ينوش يا جاي أو توبة عدي توبة كأنت إلى هيوك أقبلها
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. الله هو كتوبتك أقبلا يا أدوم ذي ستوبتك أقبلا كتوبت شرعيي إلهي نوى تواب توبت نوى أقبلا هذه توبت شروط هذه لميسرة وصلي تايلو لي مادو عدي توبت كانت إلهي توبت وكا أقبلا حلقاء وقفك سي توبت كاننا أي تهي حل توبت فرنته إلا وقت هذا غير كتبا توبت الله أقبلا نفتادي دون تسو قادو حلقة توبت وادعا الباوكي توبت وحرين قفك سوك حرين هذه قرحة قلبات كالصوبة حدنا توبت وحرنت سعام يحرنت وكا توبت مرنا وحي يحرنت سعام مرنا وحي يحرنت سخاصة سيدا خاصك وحي وحر ما يساقفك سكراتك كسو حاضري ونفتي اسكسو قرتي وشركي كلا اي كسو لماتي ودونت اي سو قادي يا سكراتك مركو كسو قيها انت الى دونت سو قادي توبت وفرنت ولو سكرات كبه كشرو لكن مركا دون تسوى قادو حالد عينك سيه توبادو كحرميس توبادو مركا سيه كحرميس إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وتحديثك أيكسا الورطيع على ماذا قارك ذا يقويين إلى هايوحو أقبل توبادا أدون كإنتا النفط دون تسوى قادين إلى هاي توبادا أدون كواكا أقبل وحطاع يقفو لي ما دح على الداس ما أهاتي خير مركي هرب السمين شري مسوح عسبوني السيي أهاتي وطوبت كان يا وحلم لا سيدا كفر بك طوبت كان حال الداس سيدا فسق بك طوبت كان حال الدا غرغر دا النفط دون تسو قادي لغا أخبر ما لكن طاعة مركي هرب ولي من شري هدو مركا لي ما دوا لغا أخبر يا مثلا هو أشهاتي أول نوا أشهاتين شري يا في حالة الغرغرة يسقوا أشهاتي شهادة دي ولا أقبلها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا لكن وحو عصبون يسيو توبة صلاحة إسلام نماء أنهر أولي منشرين حالة عين كاسا وحوية لقى أخبر مايو سيدا مركا وحوية يعني مركا قرحض أي قلبات كالصوبة حضب عن لغا أخبري حديث كان نوح قيدي إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر عملك كلا قبول كيسي أصل كيسي بكسوه يا أصل كيسي أي كسوه يهي يتوبة دالين وشك حالة دائن الله أخبري وحلقا قاضنا يا حمانت وناقين لقد بقيه وأتبع السيئة الحسنة تمحوها أتي النبي عليه الصلاة والسلام يري حمانت وناك رأسي يعني وناك حمانت ومصحيا وبابينيا إن الحسنات يذبن السيئات أيضنا واتساشيس ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء الله وحده وأدخل نبي موسى له إلا هضيا قلي يدك قعنت هذا في جيبك جيبك قلي جيبك وحلوك إذا كان العقد اللي قرت معها جيب في اللغة العرب وحل إلى هذا أصلهان يعني هل كان قرت لقى صوصار وقميس كمرك هل كان لقى شري قرت مضح لقى صوب حين أيوه هل كان جيب لي إلى هذا مرك وحل لقى المميه هل كان قرت قميس كوكو عنيا هي قعنت كقلي وحقا كل كلا ذا وقلي قعنت هذا مديق حقا كل كلا ذا معدود دهوست هذا أقلي تخرج ويصوب حادث قلسه بيضاء حالي عدها يصوب حس من غير سوء حالي حماتك مرنتها أي صوب حسا والله قرد يقول له حاله اسفنقشن أما بيضاء لغا سفيه أما الضمير كمستكين لغا بيضاء لغا حالي وحي عدها من غير سوء حال حماتك مرنت وبرسي وحلم إذا لم عدا أنا كنت ضعيف لم عدا يعني النور بكعد يفتين أما بيضاء لقصي فيه ولا إذا تاعد من غير سوء حماتنا كمرن حال لماذا ياسي في عنه يعني أما مترادفان هلا قردق أما متداخلتان هلا قردق يعني مركا وحسي في عن يعني حالك
أو مركا اللي يرادو بيضاء احتمال باقلي كراه طلو وحي لعضا يوام حي ما برص باكود عي وعدي يا مركا ساو حلت المم يا دباتين اني قبين حماتا كسونين نور ايتاي وحك عدي في تسع آيات أي مرسلا بها حال آيات الغلد ري في تسع آيات أي في جملة تسع آيات سقال آيات جملة دود آيات سوك دحسوغن آيات لغا سفيه أي نقدرني ميارك لنواتي من آيات سيادة ظاهرة وايه مرسلا بها حال لغد ري مرسلا بين حالين سي مركا إلى فرعون أي نغوط على لغسينه مرسلا بها حال آيات الغلد ري بها أي بالآيات وحايدا الغلد دري في تسع آيات مرهدين معرفين ملاك ليضو مركا نكرا بي كتمي وساسي سفده وأقبلي سي هذا حالي حالي آيدا تتهي كائنة في تسع آيات أي في جملة تسع آيات سقال آيدو تملدود متكرح السقن حال أي أهاتي إلى فرعون فرعون انتي كأهاتي الغلد دري إلى مرسلا بين قدرين وقومه يقوم في فرعون لقول الدري إن هذا لا تكتب وهذا رسول لماذا هذا وعد يسا آياتك أدو دكتو آية وبمعنى علامة وعلامة دوي وحلو شيدا وحي الله يأود يسائي ومركا واحد نمدي يسائي أود يسعضين يا آية آية اللي لهذا مركا وحوي آياتك النبي هذا الله سيئو يسو حيك عضين يسائي الله يأود يسائي واحد نمدي يا إلهي وحو البين أبود وأيو وأشياء خوارق العادات ومن دلبادي وحي عضين إيسا رسولك لسو ليبي أمل السيي رسول لمديس أمل نبي لمديس أي مركا عضين إيسا مركا النبي موسى وحل السيي سقال آيضوت سقال كاسمد ولبوا الدليل عضين يا رسول لماذا موسى عضين سقال كايضوت وحكم إذا قعنتي ساعدان إيسا النور إيسي ومركا وقليو قميس كي سؤالك وكبقوا عنيها وحقا كل كلا ذا وقليو وحي سوبا حي سمركو سو سارو يضو النور يسو افتيما يسو شعاله يا أي سوبا حيس لا يرباك بحي شايق الله بعد وحي تاهي وأوشن وطورة يدى نمسك النغريس والله بقى آيودود وووين ساساوه ذا مواضع بضن بالغو الشيقاي لبضن آيودود آيود وحك الله ينغو الشيقاي آيات كلا سيئي موسى إنا يهايين سقال إنا يهايين سقال آيادود إنا يهايين سقال كا آيادود تدوكم إذا والإسلو قليل والله بداس أي نشيقني آيات كلا ينغو شيقي اليد يوالعصا شنه وحلقو شيقي آيات سورة الأعراف فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات شنبا لقتري هالكا شان تاسوا محي طوفان با لو سو دري بيي فر بدن او دبايا واينه كجيفسن كارين واينه كسيخان كارين او غريهودي بوخيناي وا ميد وخا لو سو ديرو لو سليداي ايح يا ايا لو سليداي وخا كلو لو سليداي داني با لو سليداي اساغونا ماركا راشينكي وخا سو دمبو كغليا والقملا وخا وي وا دانيغا وي إن لغو فصيره إن جرتا وحوين وحين نغان إيسا صحما قملي مركا أدايا هان لهايد أيا مركا إن جرتا إن نغله لكن والقمل وحينا علمدو وصوص الطعام وبهراه يريار الراشين كالقره وي صوص الطعام بالي لذا وضانيقا وحلو سل ذي رهبا لغو سل ذي بساقونا رهف ربضان وحول بساس وقاد دادانيا عطا كهضا يأفكو طلق يا وكجليه يعني وحويه بها الفربضان والرها وساو بودبود يوم بالغسل وحالغسل ذي ديق ومركا اي سيلهدان مركا فرعون يعد اتباع دي سير راعضي عبا مركا يسيلهدان بيها بيوه ديبا وحالغا ديق ديق بالغا ديق مركا سا هراد اي تقشر مين هراد بالنفط قبسطو وي تقشر مين مركا سا وقت يدا غار كود وحويه ليا مثل ربنا إسرائيل مركز كورونا يا ورب البيئة أفكى يغش به مقاضاة أفكى يصير هذا غش فيه مركز وحوي كار ربنا إسرائيل ومركز سيده أو صوشه ويوه بيو
أفكي سمركي كودا عدنا ديك بنغني يا وشن آيادو دو كره شن يلبل إسو جي واتطبا تطبا دو والإسلو قري لما دا كلا تعيون كودا والإسكو خلافة بعض أهل العلم وحي الهدين وآباره لقصة لدير هير فرعون يعيد الرعضي يمره النقسامي والسرع يدي أي رادين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون مركا وحوي هل كانوا حلين وشقا يا أباره يمره النقسامي والسرع يمرك مره هنا يراني على هذا هدسة القفصرة وحين غنيسا إن وحوي سقالك أيضاد با سورة الأعراف ميل اسكدو أيا لغو الشيغي والله ينغو تري على ماذا قاركود لبادا المد بيكا قاتين مد كلنا واكو دارين ووحيدا أبارها يمرها النقصام يا حوغا حليد باكا دحية ومارك بيوه يرادان والروبوك يرادو دي مرهنا ونقصام يا مارك السنين كي قاتين تكرنا وحيكا لغين حوليه مارك يعني فرعون يعد الرعضي إن حوله دي مركا لبدلي أو مركا لدوريي أو لقردقي يعني دقحن يوحن مركا أنفعين لقردقي يا ذهب كودي بيسو بدلي يا دقح أي يسو بدلي حوله النولا بيسو بدلي يا دقحن يوح لمدا يا تاسنوات النبي موسى كوها باريوي ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم بعض أهل العلم لبضن بواك وضطقين ومد وحي كردقين حولها سمركة وحوية لقدورية وصدى لقدقي رقحنتها أي وحا لمدك تكاليسة قالتنا وحي كردقين يعني بدي والنبي موسى أشا كل فتاي دي بدن مركة أي كالفريستي وأي نقطي مركة يسوحان يعني مد وحوية قللان أي نقطي مد قللان وانقيان بالله أقون يعني مركة نقطي وإيه بعض العلماء كم إذا وحي إلى ذم ما ينتبه للسقدرة آياتك كوبية توم بها إن بيلدين أو وحي نقرأ السائن مركب ما للسقدرة كوبية توم اللي يلدوي هذه لها ظاهر كآياتك وحي الشيء يان سقالة بعض ما وحي أولين في تسع آيات أي مع تسع آيات لبدا آيات ذل الصوت الشيء جي أش يجعنت النور يسي وحي وهلي سقال آيات ذل كله وفي تسع آيات وحيدها أي مع تسع آيات سقال آيات كلنا أي وهليان وهدي هل كان سأل إلى هذا سمير كلا مسوا أرنيض الله تلمام أيو آيات كلا لصو درينا موسى مركا إنا يهايين يعني مركا سقال إنا يهايين مركا إشكال كوح النقر يا مواضع ذاك لا يعني مركا ظاهر كا يعني تاس وحوي وخلاف إساء وموافق سنة والله وحويلي ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات 11 مرة لما أرد مركا وجه قاس وحاكو سوغان بعد با مركا يسا كتشرا إلا يكوية تنبي أهاية يعني بعد با كتشرا موسى والا ردري آيات كاس وحلو ردري فرعون يقوم كيسينو لطقو أو وديقو إنهم كانوا قوما فاسقين الله وحلو وأدخل قلي يدك قعنت هذا وقعنت سمدقوي يقعنت موسى مدقوي في جيبك جيبك قلي بمعنى قرت قميصك قلي ألك قميصك وقرتك قعنيها ألك كقلي حقك كل كلا ذو قلي تخرج ويصبح هدد قلي سو بيضاء حالي عده صبح من غير سوء وحي عده حمات حالي كمر انتهي في تسع آيات أي مرسلا بها حال لقل الدري آيادا وحال لغو لدري آيادا حال آيادا كسو قانتهاي في تسع آيات كائنة في جملة تسع آيات سقال آيادا جملة دود حال مركا كسو قانتهاي كمتهاي آيا لغو لدري إلى فرعون فرعون انتكاها تالغو لدري وقومه يقوم كيسي إنهم يبو فرعون يقوم كيسو كانوا وحي أهادين قوما دول بيهادين فاسقين فاسقين وطاعد إلهي كبحي فلما قرتي جاءتهم أيوتمي آياتنا آيات كيقوي مادين مبصرة حال يفتيمي سعدهي أيوتمي قالوا وحي الهدين ولما ذي شوابتي دي ها
هذا كان سحر وسحر بينه وفل سحر كاسو مبين بمعنى بين عد وجحدوا بها آياتها وضفرين وككفرين وكقالوبين وحي كقالوبين واستيقنتها حال يقين ستي وسي يقينه بالة أي أقرتي أنفسهم نفهد أو يقين سدين ظلما وعلوا أي جحودا ظلما يعني مركا الضفراد ظلم أهو حد قذب أهو علوا يكبر أهو أي مركا الضفرين أما ظلما أي ظالمين حالي حد قذبين أي مركا الضفرين هي حالي مركا إسكبريين وإسكر رئيسيين مفعول له نوى الله فصير كرا فانظر إيه كيف كان سدابو هذه عاقبة المفسدين كوا وحفسادين أي وحغربا يا علب دنبيت كوضو صيهاتي الله حين الشيء يا نبي موسى عليه السلام آياتك وأولتكي آياتك مركي أيوي مادين ونبي موسى أولتكي وأي أركين وأي أقادين وأي قرتين آياتك سنقار واضح وعد عد بيهادين عنادي يمضى حضي أودد بي وحيوي لهدين وصحر يفل وقرني ينفل هاي سيقين يقرني وبالأه يا لكن تدكو إننا راعين بيدوني مركزين وسحر وفل بيلادين يا وبرب قاندا يكفر أيان ويدون أيان دتك إنك جبات شيان إن دتك الرميان مركزنا موسى الراعان بيدون أيان إنك جبات شيان مركزين سلاس مركز كوجنين أي مركز كطورين الله هو ينوش يا جيني مركز قرنيين آيات كنا وقصة طيبة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قال شواه كما أهين هذا الكيلين وسحر نب كما أهين إن البنت يقبل ووقعين وقرنين آيات الرب إن يهين نفوه دي بايقين صدي هذا لما ذلك شكاريا مضح ضيق بيسلا سلهاين شكاريا مضح ضيق أي سلا ولهاين آيات كلمة الله كيري قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا نبي مصوح كورنا يا إلهي بان كنا أرتي وذوقتها يا فرعون آيات كان ينسود ربك عرارك يدولك موية عدك لإلنا يسورقين وذوقتها حال يعد عديه يا مركزي علم أو يقين أهين وقرنا يي أي آيات ذكرنا أي شيء مركز وحي كأهي الجحود يعناد يمضح ضيق بي كأهي وحلقة قادنا يا إيمانك إن أنو مركا أهين معرفة كليا أما قرشة كليا أما يقين كليا أنو أهين يا إيمانك كبدا بلارين يا هيبا لقا قادنا وحلقة قادنا يا روحي ومعرفة ذي قصو قانتا هاي إنا دعي كرتين وقالوبو إنا إساسي سورو بكرتو أيا لقا قادنا يا آيات كنا عطيني مركا وحقصو قان يعني جهمية قليا اللي يلاه ذو اللومي ويلي إيمانك ومعرفة وقرشه مركا الله قرتو بس سيدا كوفا سيري قول كودين باطل يهي أيا مركا لقا قادنا يا آياتك عطيني وحكالو لقا قادنا يا كفر فرعون نوعه أها إنو أها الجحود كينو أها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ساسا لقا قادنا يا وحكالو آياتك لقا قادنا يا وحكال لماذا أصوا بينا يا هاي يعني مركا حد قدب هي كبر يا سدا سنه او وحي لهاين مددك انو انغو حكوميني انغو ادونسنيني ايا مركا مانتا انو دبا غلا ان نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون مركا وا كبر سنايا وحي لها انسان مركا يسعد ربنا اسرائيل او انغ رعيت نو اها انغو انو ادونسنيني سيدان مركا وقوه قان سنة ودبق الله سان ودبق الله ساسي لها الله حويلي فلما جاءتهم مركا يؤتمي آياتنا آيات كيبوا أيوه مادين مبصرة حالي آياتك عديهين وأي واضحيهين عديهين إبصارك وحلو استعمال أرقا مركا آياتك وحركة مركا اللي هي وحلو شيء ذا يعني وآيات واضحة عد عد أعدي مركا آيات كأركتا أي مركا قرن يسوح كأركا يسوح حقي مركا أي كو قرن مركا إبصاركي
aragiyada loo isnaadi aayadka loo tiiri maadaama marka sabab wax lagu arko ay yihiin oo xaqi lagu garto iyaga loo tiiriyay yaani aragi loo tiiri waxa se loo jeeda waa mudhi'a waadhiha bayna waqar waadhihu adad oo bayna weeyaan balooshi marka mubsiratan waxa loo jeeda mudhi'atan waadhiha aayat adad oo iftiimaya oo cad oo waadhihu bayna ay marka xaalay ahaadeen qaalu waxay yiraahdeen هذا كني او اياته ومتعدد ويبدن هنا وسغال ايدوده سدا اسم اشاره مفرد او مذكر لوغو اشاره هذا وحي اوغو دحايسا اشارته مذكور بيغو دحايس هذا يعني كان المذكور هذا المذكور المذكور كان لا شيغي كان لا شيغي هوستو كيهي سغال كيه سحر وسحر سحر كاسو مبين بمعنى بين عد أو واضح عد وجحدوا بها وجحدوا وضفرين بها آيات كي ضفرين جحد إيا كفر كفر وحي كوكو دبتا بأ بي كوكو دبتا جحدنا متعدي ويو توس بي أقادتا مفعولك وجحده بالليلة دا أضمارتا لكن واحد دعضا مدوالبك كلاين للتضمين يا دعضا ومر كفر سيدي جحد الله استعماله متعدي لغدغو يا كفروا ربهم يعني وحوي كفر وحي كو قد بجرتي بابي كو قد بجرتي لكن توصب هذا اللوسي او اسم كاي ونصب السلطة على هذا وحي نغنيسا جحود كبال التضميني كفروا ربهم حلوت شيدا يعني وحوي اي جحدوا ربهم ربي قد بيضفرين جحد مركب بالو قد بيانا وحل التضميني معنيه كفر اي التضميني وجحدوا بها وجحدوا وضفرين بمعنى وكقالوا بين بها آيات كبير كقالوا بين واستيقنتها تضمينك وحوال لبدي معنى وفائدين يايو لبدي ومركا والاقا قاضنا وإن الكفريين جحودنا اللي مادين نوع كفري قودنا جحودها يعني مركا أي فائدين واستيقنتها وحي مركا ضفرين واستيقنتها والحال استيقنتها أي يقين ستي وسي يقينه هبالا أي قرتي أي ضفرين أنفسهم نفهد أي يقين ستي ظلما حال مركا ظالمين أي هنا حد قد بيان أي مركا ضفرين وعلوا يحال يسكن رئيسين أيان وكبريان أي مركا ضفرين أما ظلما أي لظلم ظلم درادي وعلوا يعلو درادي كبر درادي أي أضفرين أما جحودا ظلما وعلوا ومصدر لقصفه ومصدر كان لقدره ولقصفه فانظر إيه أو فرسو كيف كان سداب أهاضي عاقبة المفسدين كوا وحفسادين أي وحخربة يعلب دنبيت كوضو سداب أهاطي ده وحي أهاطي مركا وحي هلاك بيكو دنبيس علب توضو وحي النغطي إن هلاك أي قدام بيسو نعوذ بالله من ذلك ولقد آتينا داود وسليمان علما الله بان كل أرتي حقيقة وسيني داود داودي وسليمان سليمان با علما علم بان السيني وقال لبدو دبوحي لهدين الحمد لله ما هذرنا لله الله بيسوناتي الذي كاسو فضلنا نفضلونك الرئيسي على كثير من عباده إن بدنا أدو مديسة كم إذا نقر رئيسي ونقف فضيلي ونقر نقر يالي أدو مدى سؤال المؤمنين كوي إيمانك لها هذا وورث سليمان داود وورث وارد حلي سليمان سليمان داود داود يرد حلي وقال وحويلي يا أيها الناس ددو سليمان بارنيا وقال وحويلي سليمان يا أيها الناس ددوا علمنا وحن لبري منطق الطير يعني مركا هذا الكشمبرها أيان لبري يعني عددك وذين نفهنه أيا مركا نلبري وأوتينا من كل شيء وأوتينا ونلسي من كل شيء شيء كستا وحكم إذا نلسي شيء كستا وحكم إذا أيان نلسي إن هذا لهو الفضل المبين إن هذا كني لهو الفضل وقلدي المبين بمعنى البين عديدوي
يعني إيتاغا نلسيي يتعلمتا مركا وحنا لبري وفضل مركا يعني بينة واضحة. وحشر لسليمان جنوده هل كان إلهي وحين أغشيك يا نبي داود يا نبي سليمان داود يا سليمان ولبا النبي وإسدالي الله بضو بقرنا مركا أي النقدين يعني النبينا أي هايين وسليمان ابن داود سليمان وين داود مركا وحوية إلهي وحوسي داود يا سليمان بعلم أيوسي وعلم النبوة ذوية إلهينا وحمد النقين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يعني إلهي مركا وحمد النقيان وقام مركا مهد النقيان نعمة إلهي السي يعني شيك الصون نعمة وإن إلهي اللوغة حمد النقاة وإلهي اللوغة شكرية وإلهي اللوغة حمد النقاة وأمد مركا واجب يسوي الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده من عباده المؤمنين إن بدنوا أدو مدى إلهي المؤمنين تأكمل أي إلهي نقفض إلي مركا إلهي وحمد النقيان لبدو دبو حمد النقيان وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين مركا وحوي والنعمة يؤلق الشكرنا والنعمة يؤلق الشكرنا وورث سليمان وداود سليمان داود بردحري وراثاً لو متشهد مال إنه كده حلال لقت المام ماي ويا النبي هذا حول لقى ما دحله وتو النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لا نورثوا ما تركنا فهو صدقة أن نقولك النبي هذا سوق قريلا يا إن لا ما دحله وحنو كتقنا والصدقة بمركايلي وحنو كتقنا والصدقة سداسي هذا بويلي مركا نبيذا مركا حول لغا مدحرة لكن علمي أيا مركا لغا دحرة وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فمن أخذه أخذ بحظ وافر حديث كروح الشيغي يعني حديث كورا الصحيح وقصة غيهي حديث كان ضمنا وحوي علماء قاركود باقوي السنن قاركود يا سوري العلماء ورثة الأنبياء يعني النبي وحول عليه الصلاة والسلام علماء واكوي مركا النبي ذا نحريوي وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر نبي ذو ضدك مرد حرسيان دينار يدرهم تون وحي ضدك مرد حرسيان يعني علم بيد حرسيان علم أيد حرسيان لكن دينار يدرهم ضدك مرد حرسيان سيدا سيدا أي النبي عليه الصلاة والسلام مركا ورث سليمان وداود وحلوت شيدا سليمان وحو مركا دحلي داود أيو دحلي وحو كدحلي حق النبوة إيا ملكك إيا علمك أيو كدحلي بالغة الممي سيدا سأي مركا لغة شيدا سأساودت باندي مركا نصوصت إساقهر إمانين أو إسو عارضين يعني نصوصت سيدا سأي مركا إسو عارضين إلا هذه وراثة الغفصرة وراثة مال إن حول لغا دحريه وحي كهري من إيسان نصوص ذكره أدلة ذكره كهري من إيسي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أي كهري من إيس هل كان وحكاي من إيسا أدلة إن إيس عارضه وإيس كهر تماده دي وحوي أدلة شرعي إن مركا إسم عارضه إيس كهر تماده يعني مركا وح تناقضة أي وح تعارضة مالها ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا مركا وحو يلي نبي سليمان يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء يعني ددو وحنا لبري هذا الكشمبراها بمعنى عتكو ذئنا نفهنا أيانا لبري وحانا لسيي شيء كستو وحكم إذا أيانا لسي وحلوش إذا شيء كستو ملك أباهن يهي وبقرنما أباهن تهي أي وحكم إذا مركا لسيه ومركا وعموما يراد به الخصوص لفظه عام لكن معنه حود عيا خصوص أي ودعيا عيا وعشر وقت إذا قاركود الفض عام ما انت للشيغه معنه إنه ودع عيا يعني مركا خاص ودع عيا إنه خاص ودع عيا أي أشرت مركا نعوي إن هذا لهو الفضل المبين يعني سين تاسي يبرس تاسي وقلد مركا يعني عدوي
وفضل إلهي يعني مركوي مركو واحد سوق لي وحل لبري وحل للسيب إن هذا أي المؤتى مرك إيتاء ما دام الأصول شرقي علم نغنى يا عدي الشيء للسيب ويسكن نغنى يا النبي النبذبة يا ملكي قبة إن هذا أي إن هذا المؤتى كان للسيب لبحية الله مركو السيب لهو الفضل المبين الله وحويري ولقد آتينا الله ما كنا أرتي حقيقة واسين داود داود وسليمان سليمان علما علم أيان سيني وقال وحي الله ذي لبضبا الحمد لله ما هذا الله بيؤسقنا الله بألقارة الذي كاسو فضلنا نكر ريسيي على كثير من عباده إن بضنا أدو مديسة كم إذا نكر ريسيي أضمد سوى المؤمنين مؤمنين وورث سليمان داود وورث وارد حلي سليمان وسليمان داود داود أيود حلي ورسم الله هذين نقول الله هيد أبتك كلام ولا دحلي لهاين ده وحوي دمر فربضني لهابا مركز صار أرتي مركز ده وحوي عدي كلا يعني هذين دمر تهي هذين مركز وحوي أبت كلا تهيبا ولا دحلي لهاين هذين مركز حول الله رحل يأيه وحلقت المما يعلمك أي النبوة أي الملك أي اللوت شيدا وورث سليمان داود وقال وحو يلي سليمان يا أيها الناس ددو علمنا وحنا لبري منطق الطير هذا الكشم برها أيانا لبري يعني عدكو دينا نفهنو قرنو أيانا لبري وأوتينا وانا لسيي من كل شيء شيء كاستوح كم بدأنا لسيي إن هذا كان لسيي لهو الفضل وقلد النعمة وي فضل قاسو المبين بمعنى البين عد أبانا ذي لازم كهيد الله فسره وحشر لسليمان جنوده وحشر ولسؤر ريي لسليمان سليمان وحلو سؤر ريي جنوده عيد مديسي من الجن حالي مركا شن أهادين والإنس يا إنس يا أهادين والطير يا شبر يا أهادين أما اللي يلاهده من تطبعيد الله فسره من الجن حالة شنك كم إذا هادين والإنس يا إنس يا كم إذا هادين والطير يا شبر يا كم إذا هادين فهم يبو يوزعون قال ليس شو شن يوي أو بمعنى وحوي كوا ظهر كوا ضدن بالله شو شن يسيئن وكرتين وليس علني حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت النملة أي فصاروا وصعدين حتى إذا أتوا إلى ماء أي مركا إمادين وصمرين على وادي النمل تقي وادي النمل أي صمرين قرآن شذا تقي دي أي صمرين أما القرآن شذا هذا قبضني مركا دي قرآن شذي بابلو تيري فربضني ذا مركا إذا قرآن شذا كسو قندلدي قالت النملة مركا أي صمرين مركا وادي وإذا ذا جوابت هذه نملة قالت نملة قرآن شوحي تري وحبت قرآن شاوي واتي مركا يدو حكومة يسي أمير الدواء هيدوي يا أيها النمل قرآن شوي ادخلوا قلا مساكنكم قريهين قلا لا يحطمنكم أداق الشان إذن بربورين ما أيوه سليمان وسليمان إذن بربورين ما يهدي أقشان ولا إلى هذا وجواب الطلب مدخلوا بلغة شواب يا هو شواب لإلى هذا وشيك لو حويا وإن له النهي مستقل أهو مضح بنان ومستأنف أه شواب معها هذه سألة قد قلنا وحي نغنى إساء لا يحتمنكم يانو إذن بربورين سليمان وسليمان يانو إذن بربورين وجنوده يعيد مدي سين يدين بربورين بمعنى وحلو شيدا كحرود سين يدين بربورين يا سوره وحي اكتهي ان مركا لغا ريبايو سليمان يعيد مدي سين بربوريان ان كن هي يسو كريبيسو ايا موقالكو اي وقت وحس مراد كي اوغا جيدا اي تهي يعني مال ايدن كو بربورين كران ايدن كو مركو هوري هي سو بنغنا واخ كو سغنانينا يعني ماشي مريان ماشي مريان اكو سغنانينا هذا اكو سغناتان وحدعيسه ان يدين بربريان با كايمونس
ساسا مركا معنو داي لا يحتمنكم سليمان وسليمان يردين بربرين وجنوده يعيد مديسين يردين بربرين وهم لا يشعرون والحال هم يقول لا يشعرون أين مركا دريمين وأين أغين إن أي مركا يردين بربرين يعني يغان أغين سانتاسود عين يعني مركا حروضة فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ورد العدي نبي سليمان ضاحكا حال قسلا أيضا العدي من قولها ورهدد الدرادد ولا قسلا وقال وحويري سليمان بأرنيا ربي ربي قيو أوزعني يقو إلهامي ويوافتشي ويقو أروري أن أشكر نعمتك شكر النقى النعمة هذا أنك شكر النقى أيه إلهي يوافتش ويقو إلهامي بمعنى شرك قردنك أروري التي تاسو نعمة أهو أنعمت علي وعلى والدي أي أنعمتها أديو نعميسي علي أني كركيك أديو نعميسي وعلى والدي لبدأ إذا والد كركو ذناء أديو نعميسي وأنا أعمل صالحا ترضاه وعدكرو يقولوا رساء وبمعنى يقول لها مساء وافت ساء إنا السمئيو صالحا عمل وناكسا إنا السمئيو عمل كونا أكسن وترضاه وأذكر اللي تاي وأدخلني إلى هيوي قلي برحمتك أصابت رحمة هذا وحد وقلسا في عبادك الصالحين أي في جملة عبادك الصالحين الضوم هذا الصالحين تونا أكسن شمل ذوذا حالا كم ذا هاي وحد قلسا الجنة جنذا يقلي والجنة لقدره رحمتنا الله فسر إن يتهاي سفدي إلهي أو كتوصلا أما وجه لباد وأدخلني إقلي برحمتك نحريس هذا إقلي وبرحمتك أي في رحمتك وشن ذا اللفت يدوى نحريس في عبادك الصالحين أي من جملة عبادك الصالحين يعني أدوم ذا الصالحين تأي ونواكسن جملة ذا حالا كم ذا هاي وحد إقلي سا نحريس هذا وشن ذا إقلي الله حين الشيء نبي سليمان عيد مديسي كلا ددوانا اترد بضنا إن لس أروري حشرق وجمعي وحشر أي وجمع سأساود يوم الحشر ويوم الجمع وما لنت خلق يلصو كل منا أيو لصو أرورنا سأسا يوم الحشر لوي وكان نبي سليمان وحل لس أروري عيد مديسي عيد مديسي لنو عيدو ذا كلا دوان قروا إنسي قروا جني قروا شمبرو يعني مركا نوعية بضن وكل الدوان بيلي يا نوعية بضن وكل الدوان أي لي نبي سليمان إلهي ملك واسع وبلارا أيسي إلا جنكي شمبره بحكومية أو أمرية وأمر كيسا كشقينية وعدة حتى خلافته وعقابية فهم يوزعون وليسوا جنيا ما عيدا مضى سيقارا لقور قبين وقال الأمر أيه وحلق الريب أيه واللي سوچو چنا أيه وكوذا مقن لأقيا أيه واللي تبا أيه يا يعني وحوية أمر كاكو شقينا يوزعون وحلو تشيدا يعني واللي سو حبسي واللي سوچو چنا أيه ما كلا تقيان ما كلا باها أيه ما هم مركا وحوينا غارسك تقيان واسكا قوصنا أيه يعني وحوية اسكا كلا باها أيه ألا قور خبين ما يا يعني وحوي أمر بالو حكومة يا ولسوتشو تشين يا وعيدا ما مركب وحوي يعني إسكحرا وأن مركب وحوي كلا باهين وكلا تجمي وزع يزع وحلو استعمالا علنت أي الله استعمالا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن أتأثر كلون إسبيه عثمان بن عفان وإلهه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ووزع يزع وزع يزع ما هذا غلط ووزع يزع وكوضع يضع وضع يضع أي مركز مركا لوزنتاي إن الله لا يزع بالسلطان إلى هاي وحوية مضحن ماذا وحو كباتشيا وكعليا ما لا يزع بالقرآن قرآن كوحان كباتشي يعني وعيد كقرآن كي يقود قدت كقار كوضو حمان تان وقتشوغين أي حكم كده مركا حاكم كوحكم أيو وحا حمدت كوديدة أي كعقاب أي كريب أي عدة خلاف طلب وعقاب أيه وعدة مركز طلب خلطن قادة يعني عقوبة ده على المرين أيه
ده وحوي حمام بضن بكوبا غنكرت حمام بضن أي كوبا غنكرت مركا يوزعون بمعنى ولي سوتشو تشينيا او ان يقار كود اسكا غوستان با لغا علينيا كوودا مركا دنبه iyo كوودا هورسي اي اسلا يعني جان قادي كران اسو خدنان كران اين او كلا باهي لهين اين او كلا تغي لهين ايا مركا لي سو تشينيا نبي سليمان اسو عيدمدي سي وتا بدنا او سدا عيدمدان لو قابكا لو ودو ايا وحي سو مارين وادي لا يلاهدو وادي النمل توقي قرآن شده تقل يلاهدو وقرآن شده كبادان تاهي بي صمرين ساسا قرآن شده اللوغو نسبي يا مركا قرآن شكم إذا هل قرآن شاء الله هذا الشيء قرآن شو ينكي كلا قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون هذا الكوب بي كتري هذا الكوب علماء وحي الهدين بلا غبا ذنبا كترت يا إسقوا آذو كوبي هذا الكو هذا معناه كوب صدي ومعنى آذي آذو بلارن وحي الهدين وحكو ترى كوب يطبن مركا وحوي النوع بلاغة أبقصبا على ماذا قاركوذ وحي الهدين نادت وكنت ونبهت وصمت وأمرت ونصت ونهت وخصت وعمت وعذرت انت اصلا نوع بيسمس بي يا مركي تري وحرف النداء اي مركي تري وحوي ويعني كنت كناية يسمى سبيله وحال الشيق الدون اي مركي سمركة وحان هدى اي مركي يعني وصلت النداء هادو نبهت وتنبيه بيله وبرارو جسي النمل مركي تري عدى يا ريسي مقعوضي صمت النمل يا أيها النمل ادخلوا أمرت وي أمرت مساكنكم نصت أم عينت ماش القلا يبي نسك ريسي أم عينتي لا يحطمنكم نهت وي ريبت يا يجي كنا هي ساكر ريبيس سليمان خصت وحيلادين خصت وي خاصية شيء وجنوده وعاميش سليمان وجنوده وهم لا يشعرون أشارت وعذرت وحي الهدين علمدوا وهم مركز تري إشارة السميس أشارت وانا إشكال قلسي كل يددك غاركود إلى مشايخ ذا غاركود أي الهدين محا إشارة لوقع بري وضميره اسم إشاره الضمير كنا وكل الدوناين شبابتي هذا وحي تهي ضمير كلفتي سا ولقع براه إشارة اصطلاحا يانو أهاني لكن ولقع براه ساساود الجرجاني مركو الشيء يعني تعريف كمركا ضمير كا وحويله ومضمر أو يعني مركا الله استعمال إشارة لمتكلم أو مخاطب أو غيرهما مضمر كو فسري مركا إن لقوت الماما يا أما مركا وحوي متكلم اسم بي شيء اسم كاس أو مركا وحوي إشارة يا أما مد هذا يا أما مد لله هذا يو أما مد أن لبض مد نبأ هين الضمير غيبه والشيء مركا إشارة كعبرة إشارة ذا وحلو شيء ذا إشارة إصطلاحي جاهد ماها وإشارة في المعنى مركا ساسا وذا إشارة عبارة أنا وحبينك إشكال قرين لا يشعرون عذرت ويعذر دارت بمعنى وحيت المام يسا سليمان يعيد مدي سوى دد وناكسن وعادلين أهو عدل كسوغان وعيد مد اللميان مركا هداي لعضوين ايدين بربريان يعني مركا أرن كاسي كتلق لكم مدعين وعكد عاي وقال الآن وهم لا يشعرون يا وما بليريان إن ايدين لايان يعني وحوي وناك اي وناك سيهين حتى وحكرا يسكد اي قران شد وحيي لما يان مركا وحا كسوغان بها معنى بلارن بكسوميده وحي يلاهدين علماء قاركود قران شدن مد قري اهيد قران شوين كاي لا هدليسان وي فربدناين توغب ولو نسبي قران شدو توغو انو قران شبو حي اما قران شدو اد اوغو بدنيد با لا غرانيا لا غفهميه عبارته قران شوين كما دام اي بدناين
هل كان قرآن شيء كلي سدي عتك أم قشيس أنت صورنا لا مد بينها علم ذو أما وحوي إلى هيدا إنه مركا عتك دي ومركا وحوي كيا لا مد يعني مركا يعني أي وضع مقليان أما بقرآن شذا مركا إسا مركا مقل كيد ومركا هراء وكد ويا هاي مقلة ذا مركا إسا مركا أشياء ذا أي نهض النقانو أما بمركا سي خارق إلى هاي أم قشيي أما بأيسوسي تبيين ويضو حتى راه ذا يعني قارب قارب سي الشاكين أوجه ذا ساس فورا قلبي له على كل حال وحال ينوش يقول قرآن شذا سيني هذا الكاتبي عد سي تبي سيني كل اللي نمشي xiyala qaar koodo aan layno diran ba jiro dadka qaar isku kalifaan ku saabsan quraanjada in ma la bay ahayd ma dhadig bay ahay wax faa'iido ku jirtaa ma jirto dalil noo cayimayaan uun jir hawla soo naqliya waqtiga salafka sheekh marka la weydiiyay hayran qataada waxay u yimid ilaahdeen abu hanifa sawale marka waxa weeye saluni dadka marka soo ku yidhay ilaahdeen قرآن شذا الوشجع هلكن قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم أذكرا كانت أم أنثى ما لبى هاي مسلدي يا ذم الكسوق هذا يربي له قرن ما الكس أبو حنيفة يروح يا هاي لدك به أم حاسكوا قرن إنسان نملة تنبل يتقبل قريب قصص كعين كسوق كلا كل كتبها قارب صور نقلني يتفسر تقاركودنا هلكن وكلا وكشجع كان يجو مركا يعني مركا قاركود أي سلم أيان قاركودنا اعتراضيان وحود اللي الشذي بيلاهدين انت ألق لي على ماذا عربية قاركود سير الشجان نتنوع استلال كاسي صح نقول ما وحن صح نقولي هذا هو حلو كاني وللفرق بين الواحدة والجمع أشياء قاركود بتأذى ألق لي يضم ملكه ذا يجمع ذا لوك لصارع وشجرة هي شجر شجرة وهل قيد شجر نوادرت بدن بقرة هي بقر نملة هي نمل مركي تأذى كم رنت هي أسماء ذاسي وحلقت الماما يا شمع يا قرف ربضن مركي تأري هذا هنا وحلوت شيء ذا للواحدة تكلد على قت الماما مركي أمد الله كان معها إن لم كي يرد قلوب كلا صارا ساسود استدلال كنوع عاصي مركي من نقنا يوم يتصح نقنا يتصح نقنا على كل حال دليل إنه الشيء يا مشروع waxay kala culimad carabiyeed u yiraahdaan shayga hadii aan la kala garanaynin labkiisa iyo dhadigiisa inagu aynaan kala garanaynin itlaaq ahaan ba taa loo gelin karaa labkiisa iyo dhadigiisa ba yaa namladana ma kala garanayno hada qalabada cusub waa lagu kala arki karaa labkeed iyo dhadigeed mikroskoobka hadii lagu eego waa la garan karaa waa suurobi karta laakiin isha caadiga ah iyo muqaalka caadiga ah دي عادة مركا مثل لغوية قاني ما أهين إن مركا لغو كالقرطو على كل حال شايق هدان لك كالقرنين بيلاهدين يعني لما أنت هذا واليسك قليا ملك هذا مركا للشيقا نملادنا والنعاس ومدى كلام أشياء هذا النعاس وكلاء إلا سويدية فائدو مركا إنه مجرتون وتكلف دليل نوع عيما يانا مجرو فائدو مركا كبا قاني سانا مجرتون ساساودين إن مركا وحول يسكو تحلو تشيما وايه نبي سليمان سيدو يسوي كم مقلي وحي إلى ذن علماء قاركود وحوي الدبيش أي أوقات دعوت كمركا وحمق الشيء سي يعني مركا وحوي هذا الكي مركا أشياء دي هذا الكود اللي برينا كم يتبيه كم يتبيه مركا ساسا يوقرتي أمد مركا وحي إلهام بو مركا كوغادي مركا فتبصم ضاحكا من قولها يدوردو لعدي حالو مركا أراهدي إذا أودي كو قسلايو أيضاً لعدي يعني قابك أي نبي ذو قسلان وحوها مركا وحوية تبصمك ويعني مركا وضحك الأنبياء سيد نبي ذو قسل الشرين وهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحوها يعني مذ مركا دول لعدي انتي سبضنتها أيها أو حوية مركا قسل كيسو يعني نوع دول لعدي انتا أي مركا أها وغالبا ساسي ذا ابو قصر الشري نبي عليه الصلاة والسلام الله وحينه الشيقية نبي سليمان انرو لعدي حال وقصر ايه وراه ذي مركة قرآن شضع سعيد تلئة ودد وكو قصر ايه وحلقة قادنا ايه قصر كو انو مركة اما دول لعدي انتو انو كمال تهيب حلقة قادنا ايه تذكر قاركوض وحي وحكو امانان هبل مقصره يا لكن كمال ما هتس
wax lagu qoslo hadii marka waxa la arko inuu qoslo inuu dhoola cadeeyo yaani waxa weey waa nooc kamaalow waa kamaal waa dhameystiran laakiin qof marka waxa saas u qiimano mar walba aad mooday inuu caraysan yahay oo la yiraahdo maba qoslaba ta kamaal ma waa nuqsan inuu xanuunsan yahayna waa u badan tahay inuu xanuunsan yahayna waa u badan tahay dadka waxa weeye marka inuu waji furaado dhoola cadeeyo ayaa markiisa kamaalku ku jiraa dhoola cadeyntiisu badan tahay waji furaantiisu badan tahay yacni saab lagu qoslo hadday markaa timaado u qoslo waa kada qosolka mid xumi waa jiraayo ka qahqahada qofku markaa inuu badsadaa kolley waa xunta kan gahgahda ah yacni waxa weeye markaa ma fiicna badsiga la badsadana waxa weeye qalbi yacni markaa engeg ayuu markaa leeyahay qalbi engeg ayuu markaa uu leeyahay marka dhoola cadaynta in la badiyo ayaa laga qaadanaya وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه إلهي ببريي وحلقا قاضنا يا إلهي لبريه ربي أوزعني أن أشكر نعمتك إلهي يقول إلهام يوافتش النعمة ذينا كشكريه نعمة ثانية يقول نعمة يسي لبيد والدنا يقول نعمة يسي طي وافتش يقول إلهام أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه مركا الله إلا بريه توفيق ذا لو يديسته نعمة إلهي لقى الشكريه أيا مركا لقى قاضنا ساسا لقى قاضنا أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي هل نعم له قمت شيده ونعمك إلهي ودن بيكدعي وهو مضاف إلى معرفة اسم كان نعمة وحال الله يضافيه معرفة الله يضافيه إذن عموم بفايدين ونعمك إلهي ودن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها دا استرادان تري نعموين كإلهي كوبي ميسان ما كوبي كريسان وحكر الله قاضنا يا نعمة لبدا والد لوغو نعميا نعمة ولد كان لوغو نعميينت لبدا والد نعمة لوغو نعميا إن كدغنت هاي أبط كان إن لوغو نعميا أي كدغنت وأنا أعمل صالحا ترضاه عمل صالح أذكر لي تهينا إن المركة أن سميه إوافتش يقول الهامي أوزعني وما ددي وزع إن صار غنوي ودل قال لي همزة تعديا كأنه لا يشرك يكبر يوم مركا خوان يعني سيدا كوافتش ورمان يعني ميت سيدا مركا كسوغان إيجيل يعني يقول أروري إوافتش يقول الهامي وهكذا ومعاني قريبة وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وحلقا قاضنا يترضاه صفة الرضا إن الله لقو صفين يا لقا قاضنا الله أنا عملك الصالح كره ليه وحكى الله لقى قادنا يا عملك هذا الصالح هين إن الإلهي رالي كاهين اللي وحلا بقى يدي وأنا أعمل صالحا ترضى مرك عملك الصالح أبو الإلهي رالي كيهين كان صالحا رالي كما ولا يرضى لعباده الكفر الله وحو يلي وحشر لسليمان جنوده وحشر ولا سور لسليمان سليمان وحلو سور جنوده عيد مدي سبا لو سور من الجن حاري جنك كم ذا هذين والانس انس كم ذا هذين والطير يشمر هاي كم ذا هذين اما لا يراه من الجن حاري جن هذين والانس انس هذين يا والطير يشمر هاي هذين فهم يقى عيد مدا سيوزعون وقار ليسو جوجين ايو او كوده هوره كوده دمبلو جوجين حتى إذا أتوا على وادي النمل أي فصاروا والسعدين حتى إذا أتوا إلى ما يأيوي مادين الصمرين على وادي النمل تقي قران شد أي صمرين قالت وحيتلي وإذا ذا جوابت دي نملة قران شا وحيتلي يا أيها النمل قران شوي ادخلوا قلا مساكنكم قريهن قلا لا يحطمنكم هذا قشان قريه إنا إذن بربرين ما أيو سليمان وسليمان اللي هو جواب الطلب وجنوده يعيد مديس إذن بربرين ما أيان اللي إلى هذا الجواب حيكته يدخلوا مركا لها جواب الطلب مركا إذا مركا لقو جزمينا من نفس الطلب جزمينا أيا مثل الشرط مقدرة جزمينا مثل الشرط مقدرة أيا جزمينا مركا وحوية الله بضم إذو الباء وإلى هذا العلم ذو لكن شرطك مقدر كأجوده أفي عن وشيء قال لبعض وحوي هاي إلا إله لا يحتمنكم ونهي مضح بنان ومستأنف لا يحتمنكم يانو إذن بربرين سليمان وسليمان يانو إذن بربرين
سيغض وحبيك تايكانه إلا ليه يا سليمان وها بربرينين وحسن لو تشيدا إذن كو هيسو الصوابين إن سليمان يعيد مدي سليم بربريان وما لا إذن كو بربرين كران أقصو ناطان وعلى حد لا أرينك ها هنا مثال عربي سوقة علماء يوم أي لهدان وحي لم يتهي أشياء النوع سوكلا سيغض مرك عيد لو تشيدين أيو عيد كلنا سيغض وإحتهي يا عدنا أن لو قد شيدنا عدنا كلا لا لحظ ضيع لقت المامي وحيلها لا أرينك ها هنا بيكرد أنت هل كان يانا كوب أركن لا أرينك ها هنا هل كان يانا كوب أركن ما يسقى يسكر هبا يولا يانا كوب أركن أو يسقى النهي وكل عيا ما يوحود شيدا أدوك ماشان هكوس جنان سي أنا كوب أركن يا لا أرينك ها هنا مراد كلو قد شيدا وصاصم إنا نو هل كان يانا كوب أركن دبيان هكا كوار يعني مركا مرنا بها تجين هذا تكتو كوار كدونا ساسا معنه دعي مركا لا يحتمنكم سليمان سليمانيان إذن بربرين سليمانيان إذن بربرين حلوت شيدا إذن كو هاي سبان ديقنو ماشان ها كسقنانين الطريقو داء يعني هذا كسقناتان إذن بربريان با إيمانيس سان تاسي أدعين دي مركا وراء مركا ماشا كسقنانين هاي سبان ديقنو لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وعذر دارتين والحال هم يقول لا يشعرون أين يؤجين وأين الدريمين يعني أين مركا إذن بربرين فتبسم ضاحكا من قولها وحي لهذين غربة وحي لهذين بربرين توحلوا استعمالا توح قرارة وكلوا تتبعي أوصاص وكلا الله استعمالا تحطين يا يعني وحوي أيام إذن بقوتشين أيام إذن تشبين هي مركب حلا ما ورني لا يحطمنكم مركب تحطيم حلا وقعبرة وحد مركب إلى هدين بعض علماء كم ذي يعني قرآن شذا سيدا مركب أي قصة ما يسنتهاي وحي شبه كل هذا هاي قرآن ظه وكل يشبه كل هذا لفها قرآن شذو وحي أبر بران يعني سيدا مركب وحوي مركب قرآن ظه أبر بران مرك بعض ما وحي إعجاز علمي بابا كشرة ووحن واجهر اللوجي بكسو بحي فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم وعده العدي نبي سليمان ضاحكا حال قسلا من قولها أي من أجل قولها هذا الكيد أودد أي مرك لعده العدي أم الله قسلا وقال وحول ربي ربي قيو أوزعني إوافتشي ويقول إلهامي ويقول أروري أن أشكر نعمتك شكر نقا نعمة ذا أنك شكر نقا يقو إلهام يوافك التي تاسو نعمة ذا لقصفين أنعمت علي أي أنعمتها علي أدي نعمة يسيد شيدا وعلى والدي لبدل والدنا أدي نعمة يسيد ونعمل صالحا ترضاه يعمل ونأكسننا سمايه يقو إلهام يوافك عملك ونأكسن وترضاه الرالئات كتهي وادخلني إلهي وإقلي برحمتك نحريست هذا إقلي أما برحمتك أي بصاب رحمتك نحريست هذا الدراد وحد إقلي سأل جنة جنة إقلي والجنة لقدره ما دام مفعول به تاي لحد في قرشد لقرنا يا دراد لحد في برحمتك نتيس فدي إلهي والتوسل أيه نوعيته في عبادك الصالحين أي في جملة عبادك الصالحين يعني شملة ذا أدوم ذا والمناكسن حالا كم ذا هاي يعني إجري شنذا نحرست هذا الدراد اللي يجري وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد وتفقد وح بارباري نبي سليمان الطير شمبره بارباري فقال وحي لسليمان مالي محي السقناضي لا أرى حالا أركين الهدهد جوجوره حالا أركين محي السقناضي أم كان من الغائبين بل أكان من الغائبين يعني كسو قرتاس موحو كم إذا هاكوا مقنبو كم ديهي لأعذبنه كدب أوفر صديوحو وقاذئن مقية مركسوحو لي لأعذبنه أي والله يا الله بان كدرته لأعذبنه عذابه بمعنى عقابه وعقابه وعقابه يعني قوقورها عذابا عقاب اسما عقابا يا ما عذاب تعذيب كاسو شديدا ضربا عذابيا او لاذبحنه اما قورعي او قورعي او قورعي
أو ليأتيني أما إلي ما دي أو إلي ما دي أو إلي ما دي بالسلطان حج يا عذر دار مبين بمعنى بين عد إلي ما دي صدح حامد بعد عيس إنه عذر دار عد إلي ما ده يا إنه عذر دار عد لي من وياه الله بذا كلام إذا هان دعده إن ملا جورع أم الله عقابه فمكث غير بعيد فمكث واسق ناضي قوله غير بعيد زمن مركا عن ديرين أي السقناضي على ماذا قال فاعلك وحكديين ضمير النقنا يهودك بعضنا وحكديين ضمير النقنا يا سليمان النقنا الظاهر نوعين مركا اللوتشي ذو يعني قولها اللوتشي وأيو ده وحوي فقال أحط بما لم تحط به والغسي عطفي قولها يدعيسا مركا مرجع ضميرك إنه إسلامي هي أي كفي عن إن تشتيت له السماء ولا كل الددوه هدي مركا الله جباقنك وحي علماء اتحاد مرجع الضمائر أولى من تشتيتها فما كسوى سناضي يعني قوله غير بعيد زمن مركا أندرين بالسناضي فقال دبدن وحويري أحط بما لم تحط به أحط وحان كوبي أقادي بما لم تحط به وحانت كوب أنا ذلك أقين سليمان أيانو كوب أقادي وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ وحان كاغا كياني سبأ بنبأ وربان كاغا كياني وركاسو يقين دبأ إني وجدت امرأة تملكهم إني أنو وجدت وحان مركاه لي امرأة قفض مرأيان لكل ميوان هلي قفك دمر تملكهم ملكي أيان مركا هلي وبقرد النقطي قوم كاس وأوتيت وحان لسيي من كل شيء أما حال قدقه وحي ملكي والحال قد أوتيت لسيي من كل شيء شيء كستو وحكم بدا لسيي شيء كستو بقرتوية وباهنتي وحكم بدا لسيي ولها عرش عظيم ولها يده وحوسو ناضي عرش عرش باوسو ناضي سرير بغرتويو عرش ياسو عظيم ويني بضن وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وحو يري قوله وجدتها قفك دمر وان لكل موان هلي يضئي وقومها قوم كذبا يسجدون حالي سجوديا للشمس قرحض حالي سجوديا بان لكل موهلي بويري وجدد واتي مسادفة مركا أهيد مركا صال الله فصير يسجدون والا حالين المفعول بيقاضنس وجدان مركا الله فصير المفعول بيقاضتان لكن لوضع وحا أظهر هذا إن مسادفة اللغتشي يسجدون حال سجود ينبان لكل ميبو يري للشمس قرحضا يسجود يان من دون الله إلهي غيرك يعني إلهي سكدي أما حال عبادة إلهي نكو كوبان كالتلاب يانو كقد بيان بي قرحضا يسجود يان وزين لهم الشيطان شيطان كنا وأقرحيي أعمالهم عمل لدودي أي أقرحيي حنحما فسدهم وحودي ذو كمنعيي شيطان عن السبيل وضدي حقا هيدودي ذو كمنعيي فهم يقول لا يهتدون مهنون أيان ألا يسجدوا أي لأن يسجدوا إني أسجودان كهنون ما أيان لله الله إني أسجودان كمهنون أيان أوجه بالقفة السيارة اللي بقرة الأخرية الله إي ألا لام كأن لشده إي إن مركا لام كأن لشدين الله خفيفي ولا بقرة السبعية قرآن نما اللي بدأ بالله أخرية قرادة بدن كود والشديان لكن بعض قرادة كمدو كساء كمدي هاي وحي مركا مرين إن مركا يضو مخففا شدنين لأخري ألا يسجدوا وهو من دوننا يضا مركا ألا يسجدوا تهي سيء قرادة بدن كود أخريين معناه دو محون نقني معناه دو محون نقني أوجوه بي علمدو مرين وزين لهم الشيطان أعمالهم ألا يسجدوا لا دين إلا يلا ذو أصل شيطان كأي أقر حيي عمل لذو ديح حماء أي مركا أقر حي عمل لذا حن حوق أقر حيي ألا يسجد إلا ألا يسجد سعين وسجود
لله الله أين يقول سجود لله ذنبه هو أصل المزيد للتوكيد ما مركز صدق أيه كتعلق ذا لله لام كان الله قدره وأن إيا الله بي أهيد ولا يسكو إدغامي ساسي يسكو الشرنت أنتنا حرف كالقلي هدي لقرنا أيه إن لحدفا قياسي مركز لألا يسجد ومعنه دعي أما فسدهم عن السبيل لألا يسجد وضذي حقا شيطانك كأودي أودي دي سأين يقول سجود لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وش الصدح هذا علماء قالوا وحي مرين لا يهتدون إن يكون تعلق ذلك فهم يقول لا يهتدون كهنون مايان ألا يسجدوا أي لأن يسجدوا لا دنا لا إله ذو ومزيد للتوكيد توكيد باللو زيادي لألا يعلم أهل الكتاب سلو يري أي ليعلم أهل الكتاب أي ولا معنى تهي بيت النصاص وكرن قنيس كهنون مايان ألا يسجدوا أي لألا يسجدوا إن السجودان كهنون مايان لله الله يسجودان لأن يسجدوا بمركة معنه دعية كاسنا ووجه صدح هذا قراءة كلامك لما رو وألا يسجدوا قراءة أصبر هذا وحلو فصريا إن أصل كيدو أي هيد يعني يا يسجدوا لكن رسمي أهان تصيد الأخرين يا القرين ويا حرف النداء يفعل أمر أسجد إن كل مين همزة وصل ويو نطقي ويكدعيس يا دا ألف ككتها قلنا إسنا ودعيا يلتقى الساكنين كدعيا يسجد ويسكن غنيسا حلمو ذا يا إن التهي مركي سوحة مضارع لقبوا ينون الإعراب كلا تشري سيدا إنو يهيبا لمو ذي مصيحة أمر ويا يا حرف النداء ميشا كترتها ألا استفتاح أما التنبيه أبا الله كياني أما عرض يا أسجدوا بمعنه أدعيا أي هؤلاء أسجدوا كوا صو سجود لله الله أسجود يا هؤلاء أسجدوا لله الذي يخرج الخبأ قراءة ذاك لإكساء وغيره أخرين توجيه ذو سداسوي وقراءة اللام كخفيفين سيادة اللورانيا رسمي قال سيدان لقرية لكن وحي أصل كيدو أهيد وصل لبضب أقبليس لبقر أمرك تشيران وكالدوان صحابته حي قرآن قرآن كسيد صحابته قرآن بالله قرآية سل لبضب قراءة بوافق كرطة إشارة قراءة ليلة ذا يعني وحوية مركة هذا إمك السيد الله يسرح جيريو هدي هذا مركة إسا مركة حي ألف القصيرة ألف الخنجرية تيلهدان ألف كمركة إسا مديدة يركلقان كورك صال لغسو التاقود هذه كان لغو كرقره وحي نقول إسأل لما لبضن بايضو مركة ألف كي كرين تلحد فيسال لغو دو القرآية قرآن كالغو قرآية أنا ولبا الضبط وي مركة ولبا يعني الضبط وي رسمي معها والضبط الضبط كان مردن بالا قرآن مركة ما يعني ما لبضن بايضو مركة أخواني يعني لغتها حتى ما لقار كون دعان لقرين باكرا لكن الآخر يمكا الله قرآن ما لك سيك دسو انتهي يعني دا ألف كالله آخرين يكو مجرو ما قرنا الله وحا قرآن همزة هرية مركة يسا مركة إيو لبض اللام إيه هذا شدك ودل ساريها اللام كالدحاء يعني وحويا ألف يرنح تكم تاقنا مصحف تاق مصحف ألف كتا يرنح ميسا فتحة سارة ساسا وان الآخر يا اللهم بالمضا يعني وحويا ما لها قار كودنا وحل قتا ألف كير بل قتا ألف كير أي القتا وإن تلح حليريه والله يسكحره بل دل سارة الرحمن سيقرن تقرانك يا إمك وحوي حذرون يا حذرون ألف كاكرا صارية فكهين يا فاكهين ألف كاكرا صارية مركز سيل لبضي بأقبال يسايا الله قرايو حذف إشارة ليلة دايو حذف كاو حلو حذف قراءين لقو إشارة مركز رسمي قل لبضي بو أقبال يا هدي اللي قد تاغو ألف الخنجرية حنو غاني سايا دي والكشيدية وهكذا صحابتنا مركز ألف إذا لقو تاغي يتاصمي بي قرين بي على كل حال قراءة كان توجيه ذو ساسوي ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات شيطانك حوق رحي عمل لذو ذي بوق رحي ألا يسجد إلا ألا يسجد سعين وسجود لله الله إني وسجد بو شيطانك عمل لذو ذو حنحن وقوق رحي الذي كاسو الله بالك سفين يخرج صو ساري الخبأ المخبوء وحقر صون صو ساري في السماوات عررك كقر صون والأرض يدلك كقر صون ويعلم ما تخفون وحقر سنيسان وما تعلنون وحموش سنيسان
الله الله لا إله إلا هو مثل عبد حق ما هي سجمويانه رب العرش العظيم أي هو الله رب العرش وكعرش صاحب كعرش صو العظيم ويني دبضنا وحلينو الشيقيا نبي سليمان شمبريها أيوب بارباري وآيقي محاجوغا محمقا وحو التبي وقولها وفصلين تقاركو قصوين بي الشيقان قصاب صن مركا وحوية وحو أها قولوه كي وحوية مركا بيها مركا ماشا بيها كو تشيران إيا انتي تشيران إيا وحيالها نوعا صورنا أي مركا عيدا كمركا أقابل سنة وشيق تشيري يعني وحانو أركي تشيري لها انت إلا بيه مركا يقتدد تشيران ماشي بيه كتشيران يا ماشي كتشيران يا مسافة ذي كتشيران قصنا عصا لقسوري عبد الله بن عباس يا مركا حبي له إن خارجي أو نافع من الأزرق اللي له ذو با اعتراضي قسوري السدو مركا قوله أركيا تقولك جوده سواح كتشيران بيئة سدو أركيا صوت الضبي يرى يقول لقان عروره هذا نوح يركرك كسارا وإحنا يقول هذان وإحنا أيوه هدو دلان ما أركوا صوص عضايا ده نوح يبي سياق كلب حوض ضبين كقف سدبو ابن عباس بكورني أذن واحد هذا يوح مركي سألوك جذيه سكوت شراء أيو أرك يا لكبي هذا عيد كسر يا عبد الله ابن عباس وحكوي لي أدي أنا ضر الله هاي المركا وحوي ابن عباس بن حكشي أيش شواب كرواي حكومة شوابين بيه لكن شواب هذا وحي تها إذا جاء القدر عمي البصر قدر كهدو يمادو أرقوا إلا بيلابوه إذا جاء القدر عمي البصر يا ساسو مركا قد شوابه على كل حال بعض أهل العلم وحي لهذين ما أهم مركا قوقولها ذا تهنتي سئينو الدون يي قرآن كظاهر كيسو قصد النوع سموافق صنع قرآن كظاهر كيسو حوي وينو شمبرها باري لما أرن مركا يسمى حاني يعني وقوله باللوبة هذا شبره لقى الحباري أو وحوي ظاهر كويه إن شبره واحد شوقي واحد مقل باري قصة النوع سنة القرآن كلا ينقوم تلمامين قصة عين كلا سنة القرآن كلا ينقوم تلمام وتفقد الطيرة تفقد كوام حي وإن لو كور قال الله بصدم حاد شوقي محمقا يا فقال ماري لا أرى الهدودة حاجك لا ينقوم قبيما عذر دار الآن يسكن مغناذوك بقى ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ذا نوح لا معذر دار وإن لي مادا أما وإن العقابة لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين صدح حامد بعد عيسى إن عذر دار عذ لي مادا يين عم عذاب ضر العذاب يين الآن قور عبا أي علماء قال كعد كيس تنبادين وكلب حين عقوبة عذ العقابة يا وحيكون حرنتها على قدر الذنب لا على قدر الجسم قدر كتشرك اللاقي هيكم حرنيه الذنب يقول أنتم اللاقي هيكون حرنت وقولي ويريه هاي هدنا عذاب ضرب ولو عذاب يا وعلى قدر الذنب أم بوا جورع يا بوري وهكذا تاسبع علماء قاركودنا أي مركز كرب حلو وقولي مركز الذنب هذا مد مغنا ويمي وهاي علماء قاركود يلا هذا شمبريه بكويلي وحوي مانته وحوي يد عقاب ضرب وكو فوجو جوديي مركز سليمان والجودلي تذو حلم بره يا بني يا وحلم إلا بين لو عقابة يا مسوح بكر يا بني ما وحلم أول يأتيني بسلطان مبين هذا وبد بعد يا بني وأصدق صدق شيء جز يا عضو الدارك والشاكتي يعني وحوي دواد مركز وحوي وبد بعد وحين نقط صي مركز إنه دعوتكم مقيه هيبة نك وحوي جوجلها وحوي ودا عدتك ويري توحيدك شرك كان الله دغالنسن يا ذكور يعني وحوليه وحن اركي سببا وحن كاغه ودا ور يقين احط بما لم تحط به وحلقه قادنيا عد يعني مركا هوسيسا ان دحي كرتو عيد كعلم بدن مساله انه مركا او اقوم بتا ان سلوب كرتو مساله يا يعني سليمان علمي قيس هذا وحوكا قمرعه قولوه هذا نمحو يلي أحط بما لم تحط به أرنكا سنعو قادي يا يعني مركا تيبو داد مركا الشيقية وريقين وحاكا وضابو للسبابا كاو وضابو حليا بيه قولوه قفت مري إني بقرد نقطو داد وطالي صوب إلا فترة دي بخلاف سنطة هي الشرعي عقلي انت به تاسو مركا ليا بيه إني وجدت امرأة تملكهم انت لو شيئون حمان تيكسو قيه أيوح الشيء أيان درد يكسر جيهن كم تهاي إن قفت مري بقرض وتوطر الصوت
تصور إني وجدت امرأة تملكهم شرعيًا محاكس سؤال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نبي محمد وحول عليه الصلاة والسلام من ليبانان دول مركا مسؤول وقال لي أرن كوذا قفض مرا من ليبانان بان نبي قول عليه الصلاة والسلام هل كان يقول شوق والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.